الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام المراد به الحلف، الإقسام هو الحلف، والإقسام على الله أي الحلف على الله عز وجل. قال: باب في الإقسام على الله، والمقصود بهذه الترجمة تحريم ذلك، تحريم ذلك، تحريم الحلف على الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا الحلف على جهة القطع والجزم بحصول المقسم على حصوله. ومن الأمثلة على ذلك مثل ما سيأتي معنا في الحديث، أن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، أو والله لا يرحم الله فلان، أو والله لا يغفر الله لفلان، أو والله إن الله يدخل فلان النار، أو نحو ذلك من الإقسام على الله سبحانه وتعالى، فهذا محرم، وجاءت الأدلة بتحريم ذلك بل بخطورته، وأنه ربما أحبط عمل هذا المتألي على الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان القسم على الله عز وجل من باب حسن الظن بالله عز وجل، فهذا لا بأس به، كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. هذا باب آخر، هذا باب آخر، قسم على الله من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن حسن الظن بالله أن يجيب طلبته، أن يحقق رغبته، أن يكتب له من الخير ما سأل، فهذا باب آخر، هذا باب حسن ظن بالله وليس باب تألي على الله. وإنما المقصود في الإقسام على الله أي من جهة التألي على الله، بأن يقسم على الله أن لا يغفر لفلان، أو لا يدخل فلانا الجنة، أو لا يرحم فلانا، أو نحو ذلك. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. والله لا يغفر الله لفلان، هذا القائل قطع بذلك وجزم أن الله لا يغفر لذلك الرجل، يكون سمى رجلا بعينه وقال: والله لا يغفر لفلان، لما يراه مثلا عليه من تمادي في المنكرات وانهماك في الذنوب وفعل العظائم والكبائر، فأقسم أن الله لا يغفر لذلك الشخص. هذا تألي على الله، لأن المغفرة والهداية
المغفرة والعذاب والهداية والضلال، هذا كله بيد الله، فمن زين له سوء عمله فراه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فقال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي. التألي هو الحلف، من ذا الذي يتألى علي أي يحلف يمين بالله عز وجل على الله أنه لا يفعل كذا، أنه لا يفعل كذا. التألي من الألية وهي اليمين الحلف، وشاهد أو مثال ذلك المثال الذي سبق، قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. وهذا فيه أنه غفر لذلك الرجل بسبب هذه المقالة، لا بسبب شيء من ذلك الرجل العاصي، وإنما بسبب تلك المقالة. ولهذا المصنف يقول فيه أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. الآن لما يسمع ذاك العاصي رجلا يحلف والله لا يغفر الله لفلان، ماذا يكون نوع هذا الحلف؟ كريه إلى قلبه، يبغض هذا الكلام ويتألم منه. لكن هذا الرجل غفر له بسبب هو كريه إليه، غفر له بسبب هو كريه إليه، أن رجلا آخر حلف أن الله لا يغفر له. قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. قال وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، ليس من أحد الناس، وإنما رجل منشغل بالعبادة، مقبل على الطاعة صلاة وذكرا ودعاء ومناجاة لله، ومع ذلك أعماله تلك حبطت بتأليه على الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة الذي فيه أن هذا الرجل عابد جاء في سنن أبي داود وغيره، قال كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني أمسك كف عن الذنوب، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، أي أمسك كف عن هذه الذنوب، فقال خلني وربي. ذاك المذنب قال له خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. غضب هذا العابد من رد هذا العاصي عليه، قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ الآن هذه المسألة ترجع إلى لما يقول قائل والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الله فلان الجنة، هذه ترجع إلى العلم والقدرة، علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. ولهذا يقال له يوم القيامة أكنت بي عالما؟ هل أنت عالم بالله ولا يحيطون بالشيء من علمه إلا بما شاء؟ أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، قال للآخر اذهبوا به إلى النار. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى، أوبقت أي أهلكت، الموبقات المهلكات، أوبقت دنياه وأخرى أي أهلكت دنياه وأخرى. فهذا يعني يستفاد منه ما دل عليه الحديث الآخر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، يعني الكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا،
يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا شاهد الآن، هذا الرجل تكلم بكلمة واحدة، حلف قال والله لا يغفر الله لفلان، فأوبقت كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه دنياه وأخرى، أهلكت دنياه وأخرى. فالحاصل أن هذه الترجمة فيها تحذير المصنف، تحذير المصنف رحمه الله من الإقسام على الله تأليا على الله عز وجل بأنه لا يغفر لفلان أو لا يرحم فلانا أو لا يدخل فلانا الجنة. وهذا قد يقوله، يعني قد يقوله مثلا بعض العباد بعض الصالحين لما يرى إنسانا أو أناسا في معاصي كثيرة ويزدادون في العصيان ويغضب، يغضب لانتهاك هذه الحرمات، لكن يأتي على لسانه هذه الكلمة الخطيرة، يقول يعني لما يرى حال هؤلاء وانهماكهم يقول والله هؤلاء لا يغفر لهم، أو والله هؤلاء لا يدخلون الجنة. إذا كان رجل قال في شخص واحد فأوبقت دنياه أخرى، فكيف بمن يرى جماعة من العصاة وجماعة من المذنبين على ذنوب عظيمة وذنوب كبيرة ثم ينصحهم فلا يستجيبون فيحلف أن الله لا يغفر لهم أو أن الله لا يدخلهم الجنة؟ الله يقول أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ الحاصل أن التألي على الله هذا خطير جدا، وهم من موجبات حبوط العمل ومن الموبقات المهلكات. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى التحذير من التألي على الله. التحذير من التألي على الله، التألي على الله هي الحلف عليه، التألي على الله هي الحلف على الله سبحانه وتعالى في أمر يقطع بحصول المقسم عليه، يقطع بحصول المقسم عليه، يعني ألا يغفر له أو لا يرحم، يرحمه الله أو لا يدخله الجنة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. نعم، يعني هذا يستفاد في يستفاد من هذا الحديث أن هذا الرجل كلمة واحدة فقط ماذا صنعت به؟ كلمة واحدة فقط من سخط الله ماذا صنعت به؟ قربته للنار، قربته للنار وأوجبت له دخولها، وعوقب يوم القيامة بذلك، قال اذهبوا به إلى النار، يقول رب العالمين. ففيه كما قال المصنف كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وذلك أن الإنسان إن كان من أهل الإيمان فليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، لأن بعد الموت يبدأ النعيم في حق أهل الإيمان، والكافر ليس بينه وبين النار إلا أن يموت، إلا أن يموت، من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. فالجنة قريبة من المؤمن، الجنة قريبة من المؤمن، والنار قريبة من الكافر. وأيضا العاصي عليه خطر في بعض المعاصي المهلكات مثل ما حصل لهذا الرجل في هذه القصة. قال الشيخ كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، فهذا بكلمة واحدة فقط، مع أنه عابد مجتهد في العبادة كما جاء في الحديث، لكن هذه الكلمة الواحدة أوبقته وأوجبت دخوله النار. نعم. قال رحمه الله: الثالث أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة مثل ذلك، أن الجنة قريبة مثل ذلك، يعني مثل ما حصل لذلك المذنب، مثل ما حصل لذلك المذنب بمجرد ما قيل له، مجرد ما قيل له قال الله ادخل الجنة برحمتي. فهذا الرجل المذنب أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا وتوفيقا فدخل الجنة، والجنة قريبة من المؤمن ليس بينه وبينها إلا أن يموت.
مثل ما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة الباهلي قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فالجنة قريبة من المؤمن. نعم. قال رحمه الله: الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. نعم، هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا، هذا الحديث في شاهد لذاك الحديث، في شاهد له، لأن هذا الرجل أوجبت له كلمة واحدة وهي قوله: والله لا يغفر الله لفلان، أوجبت له النار. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، المذنب لما قال له ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك، هذه الكلمة ماذا تعني؟ هذا المذنب هذه مكروهة عنده، ما يبغضها، يكرهها، لكن هذه الكلمة التي يكرهها وقيلت في حقه أوجبت له الجنة. ولهذا يقول الشيخ أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الباب: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، الاستشفاع هو طلب الشفاعة، وقال: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي أن يقول القائل، أن يقول القائل: اللهم اشفع لي عند فلان. انظروا، أن يقول القائل: اللهم اشفع لي عند فلان. الخلق كلهم طوع تدبير الله وطوع تسخيره سبحانه وتعالى. فلما يقول القائل هذه الكلمة: يستشفع بالله على خلقه، هذا هضم للربوبية، هذا هضم لربوبية الله وقدح في توحيد العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال. فالحاصل أن هذه الكلمة الاستشفاع بالله على خلقه هذا محرم، وفيه كما تقدم هضم للربوبية وقدح في توحيد العبادة. أورد رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، أي جهدت، أصابها من الإعياء والتعب الشيء الشديد، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. هلكت الأموال من زروع أو ماشية أو غيرها، أي بسبب القحط وقلة الماء. فاستسقي لنا ربك. إلى الآن الكلام ماذا؟ جميل جدا. إلى الآن الكلام جميل في غاية نعم الجمال والحسن. فاستسقي لنا ربك، أي أطلب من الله سبحانه وتعالى، اسأل الله أن يسقينا. استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وبك على الله، نستشفع بالله عليك. الاستشفاع بالرسول
عليه الصلاة والسلام هو نفس الصنيع الذي فعله الرجل. ماذا قال؟ استسقي لنا. هذا استشفاع بالرسول، وهذا صحيح في حياته، والصحابة رضي الله عنهم لا زالوا في حياته يطلبون منه أن يدعو لهم، ويطلبون منهم أن يستسقي لهم، أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا صحيح، قال فاستسقي لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. يعني لو كان قال الرجل استسقي لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله، استشفع بك على الله، هذا كلام مستقيم، يعني نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، أي تدعو الله لنا أن يغيثنا وأن يسقينا. فلما قال الرجل هذه الكلمة إنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، أن يشفع لنا عندك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، يكررها، وما زال يسبح، ما قالها مرة أو مرتين، استمر يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله يرددها. والتسبيح ما هو؟ تنزيه، التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، قال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فما زال عليه الصلاة والسلام يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ما الذي عرف في وجوه أصحابه؟ يعني ظهر على وجوه أصحابه غضب من قول ذلك الرجل تلك المقالة، قول تلك المقالة. فأخذ عليه الصلاة والسلام يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك أتدري ما الله، وجاء في بعض الروايات أتدري ما تقول، أتدري ما تقول، يعني بعض الناس فعلا يقول ولا يدري ما يقول، ولا يدري ما يقول. ولهذا كثير من الناس يقول كلام فيه باطل، فيه ضلال، ثم لما ينبه يعرف. إذن كان يقول ماذا؟ يقول شيئا لا يدري ما هو. وهذا يؤكد لنا مسألة عظيمة جدا، أن الإنسان ينبغي أن يعنى بضبط ما يقول، لأن قوله من عمله الذي يحاسب عليه. والشريعة، وهذا أيضا سبق التنبيه عليه، كما جاءت بتصحيح المقاصد والنيات أيضا جاءت بتصحيح الألفاظ والكلمات. لا بد أن تكون الكلمة صحيحة، ما يقول إنسان أنا لا أفهم لا أدري، بل ينبغي عليه أن يتعلم. أو تدري ما تقول، ويحك أتدري ما تقول، إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، أعظم من ذلك. ولهذا يعني قول هذه الكلمة هي هضم لمقام الربوبية، الله أعظم من ذلك، أجل من ذلك، ينزه الله عن ذلك سبحانه وتعالى. فلما يقول القائل هذه الكلمة استشفع بالله على أحد من خلقه، هذا هضم لمقام الربوبية، وإذا كان فيه هضم لمقام الربوبية ففيه قدح في توحيد العبد. وهذا وجه إرادة المصنف هذه الترجمة في كتاب التوحيد، لأن هذه تؤثر على التوحيد نقصا وضعفا. قال إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أعظم من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال إنا نستشفع بالله عليك، نستشفع
بالله عليك، يعني الإنكار هو على هذه الكلمة. كل الكلام الذي قاله ذلك الرجل كله جيد، كله فيه خير وفيه نصح وفيه محبة لنفع الناس، كله جيد، إلا قوله إنا نستشفع بالله عليك. إنا نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك، وهذا فيه هضم لمقام الربوبية، ومقام الرب أعظم وأجل من ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم تغير لما سمع هذه المقالة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع شيئا في يتعلق بمقام الرب العظيم لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام، وما غضب لنفسه قط، وما غضب لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه، عرف في وجوه أصحابه كما قال في الحديث: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. لم ينكر على الرجل قوله نستشفع بك على الله، نستشفع بك على الله، هذه صحيحة. في حياته يطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يشفع للعباد عند الله عز وجل، أن يسقيهم، أن يغفر لهم، إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. التنبيه على تفسير سبحان الله أي أنها كلمة تنزيه، تنزيه لله، فإذا قيل قولا فيه غلط على مقام الرب العظيم سبحانه وتعالى فإن المقام مقام تسبيح أي تنزيه لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء، أي في حياته يسألونه الاستسقاء، أي في حياته، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما يفعلون ذلك. ولهذا عمر لما حصل القحط في زمانه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس ادعو الله لنا. المقصود التوسل بالنبي أي بدعائه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد مماته ما كانوا يفعلون ذلك، بعد مماته ما كانوا يفعلون ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني أنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ثم عقد رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده طرق الشرك، حمايته عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد أي صيانته، صيانة حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال الباطلة والأعمال الباطلة التي إن وجدت إما أن يذهب التوحيد أو أن يضعف. فكان عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه وعظيم حرصه على أمته حمى حمى التوحيد، ولهذا الألفاظ والكلمات والأعمال التي تضعف التوحيد حذر أمته منها، حذر أمته منها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد جمع المصنف كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في حمايته
صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسده طرق الشرك، ومر معنا ألفاظ كثيرة جدا في هذا الكتاب نهى أشياء أقوال أو أفعال نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها إما أن يضمحل معها التوحيد كله أو ينقص ويضعف، فكان يحذر من ذلك عليه الصلاة والسلام حماية لحمى التوحيد ألا يخدشه شيء، وسدا لطرق الشرك، كل شيء يفضي إلى الشرك فإنه عليه الصلاة والسلام سد الطريق نصحا للأمة وحرصا عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر، انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، قلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. لاحظ لما قالوا أنت سيدنا قال السيد الله، مع أنه عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيدهم إمامهم مقدمهم خيرهم أفضلهم أعظمهم مكانة ومنزلة، لكن لما جاء هذا الوفد وقالوا أنت سيدنا، أنت سيدنا، قال السيد الله، السيد الله تبارك وتعالى، يريد عليه الصلاة والسلام بقوله السيد الله أن السؤدد حقيقة إنما هو لمن؟ لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيدهم، هو سيدهم وهم عبيده سبحانه وتعالى. والسيد عندما يطلق على الله عز وجل، عندما يطلق على الله سبحانه وتعالى يعني الملك والربوبية والتدبير، فالله عز وجل هو السيد والخلق هم العبيد لله طوع تدبير سيدهم ومالكهم سبحانه وتعالى. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسم الله الصمد، في معنى اسم الله الصمد في قل هو الله أحد الله الصمد، قال الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده. ما معنى كمل في سؤدده؟ يعني كمل في علمه، كمل في رحمته، كمل في عدله، كمل في حكمته، السيد الذي كمل في سؤدده. الصمد قال هو السيد الذي كمل في سؤدده. قلنا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا وأفضلنا فضلا، وأفضلنا فضلا، أفضلنا فضلا أي أفضلنا خيرا وعطاء ومكانا ومنزلة، وأعظمنا طولا، الطول هو العطاء والبذل، الطول هو العطاء والبذل. قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. الآن المقام مقام إرشاد إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مراعاة الألفاظ، لأن مقام المدح قد يجري به اللسان، لسان المرء في مدحه من يحب، فيمدحه بصفات ليست إلا لله أو لا تليق إلا بمقام الرب العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني، لا تبالغوا في المدح والمغالاة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. قال فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هنا ينتبه إلى مسألة، وهي أن باب المدح والثناء على المحبوب باب للشيطان فيه مدخل، باب للشيطان فيه مدخل على الإنسان، فيجعله من باب الحب يقع في ماذا؟
الغلو. ولهذا ينبغي أن يكون الحب قائما على الإسلام، مثل ما قال أحد آل البيت، قال أحبون حب الإسلام، أحبون حب الإسلام، لأن الحب إذا خرج عن ضوابط الإسلام يصبح غلوا، يصبح غلوا وتجاوزا للحد. نعم. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يتكلف في 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 الثناء عليه، لا يتكلف ألفاظا يزيدون فيها فيقعون في غلو، يقعون في غلو أي يستجريهم الشيطان فيقعون في غلو لا يحمد قائله. نعم. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وهذا مثل الحديث الذي قبله، قال عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، معنى لا يستهوينكم الشيطان أي لا يذهب بعقولكم ويفسد عليكم ما عقولكم فيزين لكم الأهواء. يستهوينكم أي يفسد عليكم عقولكم فيزين لكم الأهواء، هذا معنى يستهوينكم الشيطان، يعني أن يوقعكم في الأهواء، يزينها لكم، يزينها لكم. قال: ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد، أنا محمد عبد الله ورسوله. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: محمد رسول الله، قال محمد رسول الله، واسمه عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن، اسمه محمد جاء في القرآن في أربع مواضع كلها ربطت بالرسالة، كل المواضع، مثل قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله، فجاء في أربع مواطن من القرآن كلها متعلقة بهذا، متعلقة في الرسالة، مثل ما قال الله: محمد رسول الله. قال: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، أي أن المغالاة في المدح قد يحصل فيها المغالي في المدح بأن يرفع النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، بأن يعطى من صفات الرب أو من خصائص الرب. وهذا يقع يعني عند الجهال في المغالاة. أذكر مرة وقعت في يدي في مجلة قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، أولها: هو الأول والآخر محمد، هو الظاهر والباطن محمد. ومضى الناظم على هذا النسق، يعني من أسماء الرب الخاصة به سبحانه وتعالى وصفات الرب الخاصة به يضيفها إلى النبي. نعم، هو الذي يحركه في ذلك المحبة، لكن المحبة إذا لم تضبط بضابط الشرع تدخل في ماذا؟ تدخل في الأهواء الباطلة. لا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يوقعكم الشيطان في الأهواء، في الأهواء، في الأهواء في من جهة الغلو في المدح والإطراء والثناء. ولهذا قال في الحديث الآخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله أيضا ذكرها هنا في هذا الحديث، قال: أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يقولون الاتيان بهاتين الكلمتين معا، عبد الله ورسوله، تحدث في قائلهما توسطا بين الغلو والجفاء، تحدث في قائل هاتين الكلمتين المعتني بهما، تحدث له توسطا بين الغلو والجفاء، لأن العبد
لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أكمل الله له سبحانه وتعالى مقام العبودية، لما أكمل له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، صيانة لهذا المقام وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك، نصيحة لهم وحماية لمقام التوحيد حتى لا يقع الإنسان في غلو يؤثر على عقيدة المرء عندما يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيضيف له من الصفات أو الخصائص ما ليس إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تحذيره الناس عن الغلو. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو، تحذير الناس من الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام المدح والثناء، قال: لا يستجرينكم الشيطان. والشيطان يريد الغلو في الدين، لأن طريقة الشيطان في الإغواء تتلخص في أمرين: ينظر، يشم القلوب، ينظر إلى ماذا يميل. إن وجد الإنسان نفسه مياله إلى المعاصي أزه إليها ودفعه إليها ورغبه فيها وزينها في عينه، وإن كان وجده يميل إلى الطاعة والعبادة والإقبال على الله عز وجل يدخل من طريق الشبهات حتى يوقعه في الغلو فيقع إما في بدعة أو يقع بسبب الغلو في شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. ما ينبغي أن يقول لمن قيل له أنت سيدنا، ولاحظ سيدنا يعني سيادة للجميع، والسيد الله الذي له استؤدد على الخلق ربوبية وتدبيرا وتسخيرا إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. انظر كلام الشيخ، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، لأنه هو سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، فكيف بمن لم يقل الحق في الثناء على النبي؟ يعني مع أنهم لم يقولوا إلا الحق قال عليه الصلاة والسلام السيد الله ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، كل ذلك حرصا منه على حماية حمى التوحيد حتى لا يتوغل الإنسان في ماذا؟ في المدح والإطراء والثناء إلى المغالاة. نعم. قال رحمه الله: الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. منزلته هي العبودية والرسالة، قال أنا عبد الله ورسول، هذه منزلته التي أنزله الله إياه، فهو أشرف عباد الله وأفضلهم وخيرهم على الإطلاق، وهو أيضا أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. نعم، اقرأ الباب كاملا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. نعم، هذا الباب هو يعني آخر أبواب كتاب التوحيد، ويؤجل هذا الباب، ولعلنا بإذن الله عز وجل غدا بعد المغرب يوم الجمعة نكمل هذا الباب الذي هو خاتمة كتاب التوحيد. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.
اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.